اليوم نهار مشمس ويوم عطلة، غادي نديرو إن شاء الله وصفة الروطلة. الروطلة بواحد الطريقة على سيغ فو شاربون إن شاء الله، أخ وعلى ما هادي تنقى تصاوب إلى آخره. غنمشيو نشوفو بعدا، نمشيو نشوفو الديسير هذا على ما توجد هذه. يلا الوغ بالنسبه للديسير اللي غنديروا مع هاد الرطاله ديالنا، هادو صغيورين نخليوهم، سبحان الله مسكينه لا العرش حتى لهنايا. شوفوا هذه هنا هي، الوغ هادو ناخذوهم، هادو واجدين هادو. اوكي بسم الله. الو هادو عاوتاني من هاد الجهة، تبارك الله تبارك الله، اللهم لك الحمد، الحمد لله وحده لا شريك له، اللهم لك الحمد. هادو نديروهم الديسير مع داك الطبق الرطلة بالطريقة هادي هاني. وباقي شوية هنا، شوف هادي واخا صغيرة ولكن شتا صفار تيبو ميو تحيد دابا. شتي في الحقيقة أنا كان باغي نخدم خضر، كيكونو كيبقاو بنينين الخضر حسن، غير هادو دابا حيت نسيتهم وصافي. بون الحمد لله هاكا مزيانين، صافي طايبين مزيان. التي وهذه أيضا، هذه أحسنهم قيلا. تبارك الله تبارك الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. شوف شوف شو تبارك الله، هادي بعويض بيو الحمد لله، ما فيها لا دوا الشجره لا والو، والله يكمل بخير، الله يحفظ لنا هذا الفواكه يبقاو ديما مزيانين. اي فوالا وقيلا بركه، صافي الطفاسون خلو باقيين صغار شويه، غير ما نخليهم شي صفار هاد المره، حيت ملي كيكونوا خضيدرين كيكونوا محمضين، وكاين اللي كيبغيهم حلوين يا كومبليتمون ملي كيصفار. بون سي بون، يلا نمشيو نشوفو دابا الوجبة، وجبة الرطلة مع الأرز. ها هو، هادو طابو بزاف، هادي مسكينة تعطلنا ولكن كانت عالية بزاف، مقدرتش نوصلها حتى دابا. ناخدو هادو دابا، فوالا. إذن ها الحصيصات اليوم تبارك الله الحمد لله. يلا نمشيو دابا نشوفو الطبق ديالنا ديال الرطلة مع الأرز. مزيان دابا غادي نوجدو هاد لاكري حيت كاين الشتا قطع شوية، دونك سي با كغاف سي با كغاف، غادي نديرو الفخر جديد نديرو الكمية اللي غيخصنا. هاهو دونك هاد الكمية هادي غتكفينا باش غنديرو هاد الوجبة الرائعة ديال هاد يوم السبت. نديرو واحد لاليوم فو هنايا، هكذا. شكون اللي عقل على الصناديق هاذيا ديال لوقيدة السبع؟ شكون اللي عقل عليها؟ يقولوا لي الأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء هذا الشيء. إذا لوقيد ديالنا أتونسيون، يدير لك شي أون فوا شعلات كتولي مزيانة قابطة من داك الشيء، حسن من البريكي. كتبقى الوقيده هذا بلا ما كتبقى انت يعني، فوالا. اذا هذا نخليو هادشي يشعل على خاطرو ونمشيو نوجدو الطبق الجديد ديالنا. يلا اونفوي. قلنا اذا لاليوم فيه غنديروه هنا وغنشعلو الوقيده ديالنا هكذا، شتي كتبقى قاطه فيها احسن من البغيكي كوم سا شتي. شعلو هنا أو نغطيو شوية على الريح باش تقبط العافية، ونمشيو نوجدو الطبق ديالنا الممتاز. إذ الأمور هي واجدة هنا باش غنديرو لو بلا ديال الرز وهذا الأخطبوط واخا بلاتي. إذا هذا البولب هذا ها هو، يا سلام بلاتي نديرو له هكذا
هذا الرز بلاتي مزيان. غادي ندير واحد شويه ديال الابزار في هذا البولب، شويه ديال الملحه، كاين كاين اللي كيبغي يدير شويه حتى ديال الزعتر. في هذه الحاله انا ما غنديرش غير الابزار، و غير الابزار والملحه. فوالا بلاتي بلاتي ها معلم جا. انت شوف شوف شكون هذا؟ هذا نوكاجا ديما في الوقت المناسب. دونك نصيفطو بعدا هذه التشوى وعاد نصاوبو الطبق ديال الرز. بلاتي كاين تصحيح، الطبق ديال الرز هو الاول يتلانصا، عاد هذا دار في لاكغي. يلا دونك غابيدمون شتي الوغ لي كاين باش غنديرو هاد لوغي ديال لي كيفا اكومباني الروطالا. هادي فلفله بوافغون روج قريعه صغيره مقطعه هكا بتي دي، هادي واحد البصيله محكوكه، ثلاثه ديال لي فو دلوغي، هاد ورق سيدي موسى ولا ورقه الغار كتسمى اوسي. خصني نحضي مع نوكا اللي يمشي طاكي ليه هذا فهمتيني. المهم وليقامه كاين بابريكا، شويه ديال القزبور، والابزار، الملحه، كركما داك خرقوم بلدي، وشويه ديال الزعتر ها هو، وصافي. اش كنديرو دابا؟ هذاك الروز كيكون مفزك، كيكون بقى شويه في البزاق واحد نص ساعه في الماء وكيتصفى عاد كيدار، فهمتيني باش كتسهل القضيه. وثانيا كيخصنا الزيت البلديه، شويه الزيت البلديه. هذه المهمه راه تقريبا سالات، شتي شوف غنخلطو هاد لي كونستيتيون، خلطوه مزيان. اون فوا تخلطو شنو بقى؟ غادي ناخدو الماء، لا ماشي معاك انوكا غي سير، بسم الله. غنزيدو الماء وغنقبطو التكرا نصيفطوها طيب. الوغ غنديرو الروز يطيب، غنخليو بلاصه فين شي هاد الشويه هذا غادي يتشوى فيه الروطالا، والجهه الاخرى ديال هادي ديال الرز وهادي ديال الروطالا، حسن جدا. واخا دابا نخليوها الوسط على ما نوجدو ديك الروطالا ديالنا. اخر التعليمات كيخصني نزيد شويه الماء هكذا. يلا شتي شي مكيستغرقش، مكيستغرقش وقت كبير ها، شتي غطيو عليها ونساوها دابا شويه غادي طيب. يلا الوغ بالنسبه للروطالا القضيه ساهله، غادي تقبض الروطالا وديرها هكا فهمتيني، طلقها فوق ديك الشبك الشبكه كما يجب فهمتيني، هكذا هكذا كلشي متبع مزيان حسن جدا هكذا. صافي غنسدو الشبكه عليها ونديوها الفخر. الوغ الروطالا غنجيبوها هنا يتشوى على خاطرها شويه عليها، ولكن خاصها تقابل هذا مكان. شي راه ما تحتاجش بالنسبه للعافيه، ما غنحتاجش ندير نجهد العافيه هكا بارك طيب شويه عليها ونلطم، حيت الرز باقي كيطيب دونك كاين الوقت. حسن جدا هيا يا سلام. الريحه دات كتعطي زوينه شي. لا باقي هاد الشيء خليها مازال. الروز هو في امان الله، سي بون هو غادي الروز قالوش بزاف. والروطالا ها هي باش ملي غادي تشوى ان شاء الله، منين غادي لا غاديش غندير لها بلاتي 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 هكذا هكا مزيان باش يتساعوا مزيان كما يجب. يلا هكذا باش الروطالا غادي نديروها نطيب هذا الروز فوق منه غيجي واحد البلاي. يا سلام هادشي راه وجد صافي سي بون، غنحزها دو كوتي هادي. يا سلام الرز وجد ابوان، وهذاك تخي بيان. ايوا نبدا شي دبر الطابله يلا. ايوا هانتوما ايها الاصدقاء الاعزاء الشرفاء النزهاء، ها الطبق ديالنا ديال الروطالا بالارز، لا بيوفغ او لا لو بولب. تبارك الله هادشي رائع، ولكن شنو بقى خاص؟ شنو بقى خاص؟ نتوما غتفكروني بطبيعة الحال الإمضاء. غنديرو واحد فليفلة حرة هنا، واحد الفليفلة حرة هنا،
هكذا غير هنايا فوالا. هذا الرز راه رائع، عرفتي علاش؟ شفتو التوابل باش مصاوبو، شوف كيف شوف الرز كيفاش داير، حبه كتجري على ختها، ماشي داك معصد. وهادشي في التاكرة الممتازة اللي عندنا الحمد لله في المغرب. وتحياتي عالية جدا إلى جميع الأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء، هو غيديروا بحال هاد الوصفة راه رائعة على الفخر. تحياتي. شتي دابا البريزونطاسيون، إذا كان شي واحد عنده شي ريستورون ولا شي حاجة يقدموا هكا في التاكرة بالمسائل والعطية ديالها، ويدير هوب والكليان يبان له هاد المنظر الجميل، فهمتيني؟ ولكن ما يغليش، حيت الرطالة هذه راه يعني ماشي شي قيمة تكون شي 50 درهم كاع، وداك 4 كيلو الرز ب10 دراهم هي 60 درهم، وهو اللي قام هذاك اللعيبات وهذا المهم قولوا 70. دونك كنظن مول الريستورون إلا باعوه في هذا الشكل هذا 100 درهم تسلكوا جو بونس. وهذا مكان تحياتي، هذه فكرة من الأفكار ديال تقديم الرطالة بالرز. شتي حتى واحد ما يضيع هاد العافية اللي بقات هذا، اللي عندي أنا شي بطاطا حلوة كديرها ديسير تاع هي كديرها في وسط المجمر، في وسط هذاك الفخر، أنت شتي؟ إلا هكا وهكا ونساها، فهمتيني؟ إلا بغيتي تصاب عليها شوية الفخر هكا كتصاب عليها، إوا كطيب من داكشي الكبير. شتي ها الفخر مضيعناش، هو كنستافدو منو كنطيبو فيه بطاطا الحلوة، عطي واحد الريحة كتخرج هنا كنقول هادي ملي كنديرها ريحة الريكليز، إنكخويابل، مي تخي 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 بون. تحياتي عالية إلى جميع المغاربة بدون استثناء.